وللمزيد حول تطورات الشأن الفلسطيني ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عز الدين. بداية نبدأ من حادثة اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا، برأيكم ما هو الهدف من وراء اغتياله، لا سيما وأنه يقيم خارج الأراضي الفلسطينية؟ يعني الاحتلال لا يحتاج لتبريرات لكي يعني يستهدف الكفاءات العلمية الفلسطينية. هذه ليست المرة الأولى ولم تكن المرة الأخيرة في ظل الصراع القائم مع الاحتلال الصهيوني الذي يسعى لاستهداف كل مقومات الصمود لدى الشعب الفلسطيني. والعلم هو من أهم مميزات ومقومات الصمود الذي يسعى له الشعب الفلسطيني لكي يواجه هذا الاحتلال. الاحتلال يعني يرى في شهيد البطش وغيره من العلماء تهديدا لامنه، بغض النظر يعني عن التقارير التي تحدثت عن دور الشهيد في المقاومه. الاحتلال سوق هذه الروايه لتبرير الاستهداف. الشهيد البطش هو كفاءه علميه فلسطينيه اسهمت اسهامات كبيره في ماليزيا، فبالتالي هو يعني الاحتلال يريد ان يحارب الشعب الفلسطيني حتى في موضوع العلم تحت مسميات وتبريرات فارغه. وكما أسلفت هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مثل هذه الكفاءات. ذو البطش يتهمون الموساد الصهيوني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، أنتم هل ترجحون وجود جهات أخرى غير الموساد الصهيوني لهم مصلحة في اغتيال فادي البطش؟ يعني بالإضافة إلى عائلته أيضا هناك اتهام فلسطيني من الفصائل الفلسطينية، يعني حتى يعني حركة الجهاد الإسلامي و حركة حماس على لسان إسماعيل هنية يتهم الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف هذه العملية. الاحتلال هو المستفيد الأول من خسارة الشعب الفلسطيني لمثل هذه الكفاءات. التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال كان يقف خلف عشرات العمليات التي تم فيها استهداف يعني مثل هذه الكفاءات. الإعلام الإسرائيلي اليوم وبيعني لغة الشماتة أو ربما نقول بالاحتفاء احتفى بشكل كبير بما تم يعني تحقيقه في ماليزيا، كلها مؤشرات. الاحتلال رسميا وتاريخيا بالمناسبة يعني قليلا ما تبنى بشكل رسمي أو عن بشكل رسمي عن عملياته وتحديدا جهاز الموساد، فبالتالي يعني نحن لا نستبعد أي دور الموساد. الاحتلال هو المستفيد الأول، لا أظن أن هنالك جهة أخرى مستفيدة أو تستهدف عالم فلسطيني له إسهامات مميزة في مجال الطاقة وفي مجال العلوم التي تفيد البشرية إلا الاحتلال الصهيوني. طيب بعد التعرف على هوية قتلة البطش، هل بإمكان السلطات الماليزية والإنتربول الدولي إلقاء القبض على المنفذين لعملية الاغتيال؟ يعني هو رسميا لم يتم التعرف على هويتهما. رئيس الوزراء الماليزي تحدث عن مواصفات لمن نفذوا العملية بأنهم رجال بيض البشرة، لكن رسميا قال ربما هنالك مؤشرات على أن دولة أجنبية متورطة، لكن بشكل رسمي وبشكل علني لم يتم التعرف على يعني هويتهم. تحقيقات مستمرة، وأظن أن الموضوع يحتاج إلى كثير من الوقت قبل أن تعلن ماليزيا أو أي جهة دولية أخرى الهوية الحقيقية لمنفذي هذا الهجوم. طيب، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات يقول إن ثلاثة ملفات قدمت للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الكيان الصهيوني للأسبوع الرابع على التوالي، كيف تتوقعون تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع هذه الملفات التي قدمت إليها؟ يعني التجربة علمتنا سيد الكريم أن المؤسسات الدولية حتى الآن للأسف في ظل وجود الراعي الأمريكي لهذا الاحتلال هي مؤسسات عاجزة عن تحقيق أي نوع من العدالة للشعب الفلسطيني. حتى لو قدم القيادة الفلسطينية قدمت عشرات القضايا وعشرات الملفات لن تحقق شيئا في ظل الغطرسة التي أو البلطجة التي تمارس الإدارة الأمريكية في حماية هذا الاحتلال. لا شك يعني محاكمة الاحتلال ومحاسبته وملاحقته قانونيا هو خطوة جيدة ويعني يجب دعمها، لكن من حيث النتيجة للأسف التجربة علمتنا والتاريخ علمنا أن الأدوات الدولية للأسف في ظل هذه البلطجة الأمريكية لن تؤثر شيئا. المطلوب من القيادة الفلسطينية هي يعني أساليب أخرى وأدوات أخرى، أولها تحقيق الوحدة الفلسطينية والعودة إلى الشعب الفلسطيني وإتمام المصالحة حتى تكون الجبهة الفلسطينية موحدة قادرة على مواجهة هذا الاحتلال ودعمه. المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور طالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين التي تحصل في إطار مسيرات يوم العودة.
هل سنشهد إدانة دولية لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأيام المقبلة، أم أننا سنجد أن القضية الفلسطينية ستوضع على الأرفف حالها حال القضايا العربية؟ يعني فعليا صدرت مواقف، يعني مسيره العوده مستمره منذ 4 اسابيع، عفوا مستمره منذ 4 اسابيع، والاعتداءات الاسرائيليه مستمره منذ هذا التاريخ. نتكلم عن عشرات الشهداء سقطوا ومئات الجرحى في هذه المسيرات. هنالك تنديد دولي من قبل الامم المتحده ومنظمات حقوق الانسان وحتى بعض الدول الاوروبيه والغربيه، لكن هذا التنديد هو يعني فعل مسلوب القدره على تحقيق اي شيء. ما نشهده هي مواقف لا تقدم ولا تؤخر في ظل، كما اسلفت، عدم وجود آلية حقيقية دولية لمحاسبة الاحتلال. الاحتلال يتصرف وفق ضوء أخضر أمريكي أو مظلة حماية أمريكية، يعني تؤمن له الحماية من أي ملاحقة دولية، فبالتالي المواقف وحدها لا تكفي. المطلوب فعلا أن يكون هناك حراك دولي حقيقي قادر على أن يحاكم الاحتلال ويحاسبه، لكن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية للأسف استبعد ان يكون هنالك شيء فعلي على الارض. أستاذ عز الدين، القضية الفلسطينية من المفترض أن تكون هي قضية العرب الأولى، أين هي جامعة الدول العربية وأين هي قيادات العرب من هذه القضية؟ يعني جواب لا يحتاج إلى كثير من التفسير. إذا نظرنا إلى البيان الأخير يعني جامعة الدول العربية الذي جاء هزيلا وضعيفا ردا على يعني القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة، الاحتلال سيد الكريم والولايات المتحدة تنفذ على الأرض، بينما العرب رسميا للأسف يكتفون بالمواقف القولية والبيانات التي لا تقدم ولا تؤخر. للأسف الجامعة العربية غائبة تماما، الجامعة العربية عاجزة منذ نشأتها للأسف عن تحقيق أي شيء لصالح القضية الفلسطينية، وجودها والعدم واحد. الأنظمة العربية للأسف مشغولة بملفاتها الداخلية، القضية الفلسطينية الآن باتت معزولة وباتت مهددة فعلا بالتصفية في ظل وجود يعني تقارير مؤكدة عن ترتيبات أمريكية تحت مسميات أخرى مثل صفقة القرن وغيرها لتصفية هذه القضية وسط لا مبالاة رسمية عربية للأسف. الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.